الثاني عشر أن يدعو بعد كل ركعتين من صلاة الليل وبعد الشفع والوتر بما رواه الشيخ والسيد. الثالث عشر أن يسجد السجدات ويدعو بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى عن أبان بن تغلب قال: قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان ليلة النصف من شعبان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عائشة، فلما انتصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فراشه، فلما انتبهت وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام عن فراشها، فداخلها ما يدخل النساء أي الغيرة، وظنت أنه قد قام إلى بعض نسائه، فقامت وتلففت بشملتها، وأيم الله ما كانت قزا ولا كتانا ولا قطنا، ولكن سداه أو سداه شعرا ولحمته أو بار الإبل، فقامت تطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجر نسائه حجرة حجرة، فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا كثوب متلبد بوجه الأرض، فدنت منه قريبا فسمعته يقول في سجوده: سجدا لك سوادي وخيالي، وآمنا بك فؤادي، هذه يداي وما جنيته على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم، اغفر لي العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. ثم رفع رأسه وأهوى ثانيا إلى السجود، وسمعته عائشة يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين من فجاءة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك. اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريئا لا كافرا ولا شقيا. ثم عفر خديه في التراب وقال: عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. فلما هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانصراف هرولت إلى فراشها، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الفراش وسمعها تتنفس أنفاسا عالية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا النفس العالي؟ تعلمين أي ليلة؟ هذه ليلة النصف من شعبان، فيها تقسم الأرزاق وفيها تكتب الآجال،
وفيها يكتب وفد الحاج، وإن الله تعالى لا يغفر في هذه الليلة من خلقه أكثر من شعر معزى قبيلة كلب، وينزل الله ملائكة من السماء إلى الأرض بمكة. الرابع عشر: أن يصلي صلاة جعفر كما رواه الشيخ عن الرضا صلوات الله عليه.